ترتيب شباب هوارة وفريق مولودية العيون العازم على تحقيق نتيجة إيجابية أخرى داخل الميدان ليعزز ترتيبه في أعلى سبورة الترتيب ولتغيير السيناريو السنوات الماضية من فريق ينشط ويلعب من أجل الحفاظ على المكانة إلى فريق يطمح لتحقيق الصعود. البداية كانت قوية بتسجيل هدف السبق من خلال اللاعب الوحيدي الذي استغل هفوة في دفاع الخصم، هدف أعطى شحنة معنوية لزملائه الذين استطاعوا الحفاظ على النتيجة حتى نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني سينتفي هشام وسرية الوحيدي هناك، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام دفاع عنيد وحارس مرمى اسمه هشام وسرية. الوحيدي هناك كاد أن يسجل ويضاعف النتيجة لولا تدخل حارس سريع واتزم، هذا الأخير الذي نزل بتقله على مرمى الحارس الوسرية وسيتمكن بعد هذه المحاولة ومن خلال ركنية سيتمكن من تعديل النتيجة، لكن فرحة هذا التعادل لم تدم طويلا حيث سيتمكن اللاعب هشام فضيل من كسر خطة التسلل ويسجل هدف الفوز عن طريق قذفة لم تترك أي حظ لحارس المرمى. فريق سريع واتزم احتج على هذا الهدف بداعي التسلل، لكن الإعادة ستوضح أن المهاجم لم يكن في حالة تسلل وبذلك يكون قرار الحكم سليما 100% كما تتابعون مشاهدين الكرام، لم يكن هناك أي حالة تسلل وبالتالي تنتهي هذه المواجهة على إيقاع هدفين مقابل هدف واحد لصالح مولودية العيون. إذن نتيجة إيجابية لفريق مولودية العيون الذي يبصم على موسم رائع بالإضافة إلى مولودية آسا ومولودية الداخلة، واللذان أجلت مبارياتهم خلال هذه الجولة ضد نهضة زمرة وأمل سوق السبت بسبب بعض المشاكل التي سنتطرق لها إن شاء الله في هذه الحلقة. وقبل ذلك وقبل أن نلتقي مع رئيس اللجنة الخاصة بتدبير شؤون كرة القدم هو السيد البشير مصدق، سنذهب للنتائج الكاملة التي عرفتها الجولة، إذ استطاع فريق النادي السالمي من التفوق على فريق التكوين المهني بإصابتين لصفر، وكذلك هناك نتيجة مولودية العيون التفوق على سرع واتزم بهدفين مقابل هدف واحد، أولمبيك التشيرة تنهزم بالميدان ضد فتح إنزقان بهدف دون مقابل، نهضة الزمامرة مولودية آسا وأمل سوق السبت مولودية الداخلة هاتين المباراتين أجلتا، النادي السالمي تفوق على التكوين المهني بهدفين مقابل شيء، فريق أمل تزنيت انهزم أمام فريق شباب هوارة بهدفين دون مقابل، شباب المحمدية تفوق على فريق نهضة سطات بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وفريق نادي ورزة تفوق على فتح سيدي بن نور بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين. إذن في الترتيب دائما في الرتبة الأولى شباب هوارة ب 28 نقطة، سرع واتزم 23 نقطة، فريق مولودية العيون ب 19 نقطة، وفريق مولودية الداخلة 17 نقطة ومولودية الداخلة ب 15 نقطة، مع الإشارة أن لفريق مولودية الداخلة ومولودية العيون ومولودية آسا ومولودية الداخلة لديها مباريات مؤجلة. إذن برنامج الجولة المقبلة مولودية الداخلة النادي السالمي، مولودية آسا أمل سوق السبت، نهضة سطات مولودية العيون هذه المباراة يمكن أن تؤجل، فتح إنزقان نهضة الزمامرة، شباب هوارة شباب المحمدية، سريع واتزم نادي ورزازات، فتح سيدي بن نور أولمبيك التشيرة، والتكوين المهني أمل تيزنيت. إذا هذا فيما يخص مباريات القسم الوطني الأول هواة. إذا معي مباشرة على الخط البشير مصدق رئيس اللجنة الخاصة بتدبير شؤون كرة القدم هواة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكل إخوان ديال إذاعة العيون الحبيبة
واهلا بمستمعي ديال اذاعه العيون كذلك. اذا كما قلت نتمنى هناك مستمعين وكذلك مشاهدين لقناه العيون، ونحن دائما لتقريب الصوره سواء لابناء الاقاليم الجنوبيه او للمملكه المغربيه. اولا هنيئا لك على يعني رئاستك للجنه الخاصه، وانت عضو بارز وكذلك عضو عامل في هذه اللجنه. ماذا يمكن ان تقول لنا على العمل المستقبلي ان شاء الله للجنه تدبير كره القدم هواه؟ اولا نشكر الاخوان ونعتبروا الرئاسه ديال اللجنه بانها واحد العمل اللي هو غيكون حمل ثقيل، وهو فعلا تكليف قبل ما يكون تشريف، لان كتعرفوا جميع انديه الهوات وما تعانيه من مشاكل كثيره، سواء من الناحيه الماديه او الناحيه البنيات التحتيه الى اخره. اذا هنا واحد مجموعه ديال الملفات، واحد مجموعه ديال الاوراش اللي غتفتح، واللي ان شاء الله حسب البرنامج اللي غنسطروه مع مجموعه ديال الاخوان اللي غيكونوا داخل اطار هذه اللجنه، الاخوان اللي كانوا، غنحاولوا نضيفوا عناصر اخرى تكون جديده اللي يمكن تساعدنا على انه ينجح هذه المهمه ديالنا لصالح انديه الهوات. وكتعرفوا اول عمل غنقوموا به ان شاء الله هو عمل ديال التواصل بيننا وبين كل انديه الهوات للتعرف عن قرب، رغم انني انا انتمي الى انديه الهوات وكنعرف المشاكل، ولكن بغيت نسمعها من الاخوان ديالنا في الانديه الهوات. واللي كنطلب منهم كما قلت في جميع اللقاءات ديالي انه الانسان يجيب مشكل، ولكن يجيب اقتراح، يجيب حلول اللي يمكن تساعدنا جميعا كرياضيين في هذا الوطن الحبيب باش نتمكنوا من الوصول للحل. وكنطلب كذلك من الاخوان ديال الاعلام سواء المسموع او المرئي او المكتوب، حتى هما يكونوا واحد الناس اللي يمكن يقدموا لنا كل مساعده في انجاح هذه المهمه الصعبه اللي كتعلق بانديه الهوات. ولكن كل شيء كيسهل وكيعون امام عزيمه ديال الناس، امام عزيمه الرجال، امام الشفافيه والوضوح اللي غيتسم بهم العمل ديالنا ان شاء الله. البشير، يعني تكلمت عن مجموعه من الاشياء، وابرز شيء على انك انسان عامل لمده سنوات وانت تمارس في التسيير بالنسبه للهوات، وعندك يعني معرفه دقه بهم، يعني كما اكدت على انه لابد من لقاء معهم، لقاء التواصل، هذا شيء جيد، لابد من اضافه اسماء جديده، يعني هذا يمكن يطمئنوا بالنسبه للفرق الهوات على انه جاء شخص ابن الميدان، ابن العمل، اللي يمكن يضيف لهم اضافات جديده. واش انت الان الاوراش، يعني اول اوراش اللي يمكن تبدا بها خلال هذه الموسم، وكذلك استراتيجيتكم على المدى المتوسط والطويل؟ طبعا قبل ما نمشي لهذا العمل نبدا ما نشكر الاخ كريم العالم اللي ما قدمه من عمل جبار من لصالح هذه الانديه الهوات، واللي ما كيقوم به دائما باش الهوات توصل لواحد المبتغى ديالها، وان شاء الله الانديه ديالنا كل هذه الهوات تكون راضيه على العمل. لانه ملي كنقول لك انا الجنان ليست الا مجموعه من الافراد، الجامعه مجموعه من الاشخاص، ولكن اللي مهم هو انه يكون واحد النوع ديال التعاون بين جميع الانديه، جميع رؤساء الانديه وهذه الجنه والجامعه، باش ان شاء الله نوصلوا لواحد المبتغى اللي كنترجوه الجميع. اما من بين الاولويات انا اللي كنشوف، لان كاين ربما كاين مشاكل ماديه، هذه كل شيء كينادي بها سواء ديال الاحتراف او ديال الهوات او العصب، ولكن انا اللي كنشوف من بين الاولويات هو انه يكون واحد النوع ديال التواصل وتعرفوا عن قرب على المشاكل. ثم كاين البنيه التحتيه اللي كتعاني منها مجموعه من الانديه، وهنا لا تفوتني الفرصه كذلك انه الانديه ديال الصحراء تعاني هذه الايام وكثره تاجيل المقابلات ديالها من عامل ديال التنقل. والسيد رئيس الجامعه مشكورا راه هو واخد الملف بواحد النوع ديال الجديه نظرا لما تحظى به هذه الاقاليم الصحراويه من اهتمام ورعايه، اولا من طرف صاحب الجلاله ومن طرف الحكومه ومن طرف كل مكونات الشعب المغربي. لذلك راه هذا الملف ان شاء الله نتمناو باش يلقى الحل في اقرب وقت، وكذلك فيما يتعلق بالبنيه التحتيه. وسبق لي زرت مدينه العيون مرات، وزرت مدينه بوجدور، وزرت واحد المجموعه ديال وطنطان كنت فيها كاع لمده سنتين، وكان عندي شرف انني لعبت في مدينه طنطان. اذا هذه الاقاليم كلها وطرفايا كلها تعاني كذلك من قله ومن هشاشه ديال البنيه التحتيه، اللي ان شاء الله نتمنى انه تعالج هذا المشكل بتضافر الجهود ديالنا، اي الجامعه، وزاره الشباب والرياضه، وكذلك الجماعات المحليه،
باش نوصلوا انه ان شاء الله من دابا لنهايه 2013 بدايه الموسم 2013-14 نقولوا يقدر حسب الاتفاق مع الانديه ديال الهوات انه لا يعقل ان القسم نبداو بالقسم الوطني الاول يلعبوا في ملاعب ذات التربه. لا بد ما يكون واحد كناش تحملات واحد تصدر تحملات بيننا وبين هذا الانديه باش ان شاء الله الجميع يلعب في الملاعب المعششبه ونزيدوا سنه ان شاء الله حسب الامكان كذلك للاقسام ديال القسم الوطني الثاني. هو جميل على ان يكون هناك دفتر تحملات تكون هناك عقده اهداف. اليس يعني يعني بعض الاشياء اللي قلت انت على ان كاين مشاكل بالنسبه نعم مثلا للاقاليم نعم الجنوبيه شطر الصحراء، هل هناك مثلا زياره ميدانيه منكم ولا من اللجنه باش يكون هناك تواصل يبدا من الاقاليم الجنوبيه باش تطرحوا النقط على الحروف ويعرف كل واحد ما هو مجال عمله ومجال اختصاصاته والمجال اللي يمكن يعطي فيه يعني نعم وتكون مباشره مع جميع المتداخلين وتكون رؤيه شامله ويكون الحل كما قلت انت نبداو يمكن من الاقاليم الجنوبيه بالاضافه لجميع الجهات اللي نعم لازم تستافد. نعم اولا نخبرك بان هذا اللقاء التواصلي غنديروا مثلا انديه القسم الوطني الاول هوات، ولكن نظرا لبعد ديال الاقاليم الصحراويه وكذا غنحاولوا ان شاء الله حنا نتنقلوا للاقاليم الجنوبيه لمدينه العيون ونديروا لقاء تواصلي مع جميع انديه ديال الصحراء سواء القسم الوطني الثاني او القسم الوطني الاول هوات، وعن قرب نتعرفوا على المشاكل ونقوموا بزيارات ميدانيه الملاعب ديالهم ان شاء الله. هذا من بين الاشياء اللي غنسطروها وغنحاولوا ان شاء الله ماشي غنسطروها ولكن نطبقوها بحول الله باش نكونوا في عين المكان مع الاخوان ديالنا في الاقاليم الجنوبيه. اما الاقاليم الاخرى غنديروا لقاءات ان شاء الله في داخل فإما في الرباط أو في مدينة أخرى باش نتلاقاو معهم، وحتى ديال الصحراء اللي مستعد باش يتنقل رمزيا، ولكن هذا وعد بأنه الأقاليم الأندية ديال الصحراء نظرا لبعد حنا اللي خصنا نتنقلوا عندهم ونتصنتوا ونعرفوا المشاكل ديالهم ونعرفوا الاقتراحات ديالهم والحلول اللي يمكن يقدموا لنا، لأن كما كيقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. إذا مانيني نطول عليك ولا نطرح لك الآن أخيرا سؤال، ولكن لنخلي لك كلمة مفتوحة لجميع الفرق الهوات ما دمت أنت هو المسؤول الآن أول على فرق الهوات. اولا اللي كنقول لانديه الهوات وكنقولوا للاعلاميين وكنقولوا للجميع المتدخلين في هذه اللعبه انه لا بد ان تضافر الجهود ديال الجميع ويقدموا اقتراحات ويقدموا حلول، وحنا راهن الاشاره ديال جميع انديه الهوات في اي وقت وراهن اشاره ديال كل وسائل الاعلام بمختلف المشاريف ديالها باش نوصلوا للهدف المنشود باش ترقى الكره الوطنيه اولا، لانه الانديه الهوات والعصاب راه كتمثل واحد القاعده كبيره في المغرب، الى ما كاين اهتمام بالقاعده راه ما يمكن يكون عندنا واحد الهرم واحد القمه اللي هي صالحه واللي يمكن تحقق لنا النتائج. اذا المتمنيات ديالي بالتوفيق لكل انديه الهوات والسنه سعيده لجميع الرياضيين في المغرب، والاذاعه ديالكم نتمنوا لها كامل التوفيق، وعندنا شرف اننا كنتفرجوا في قناه ديال العيون باستمرار وكنتبعوا الاخبار ديالها. اذا هنيئا لكم بهذا القناه وهنيئا لكم بهذا التواصل اللي كتخلقوه بين جميع المكونات الرياضيه في المغرب. وهنيئا كذلك لفرق الهوات بتواجد رجل ذو تجربه على راس الهرم، واشكرك على هذه التوضيحات ونتمنى ان شاء الله تكون لنا ان شاء الله لقاءات اخرى ان شاء الله لتوضيح الصوره واعطاء يعني وطرح النقاط على الحروف للجميع. اذا كان معنا البشير مصدق الذي بعد ان كان كريم العالم اصبح العضو الجامعي البشير مصدق ورئيس اللجنة الخاصة بتدبير شؤون كرة القدم، والذي أعطى مجموعة من الأشياء التي تخص كرة القدم هوات وكذلك فرق الأقاليم الجنوبية. ويجب كذلك كما قال أن الإعلام له دور كما للجمهور كما للمسيرين كما للفاعلين جميع المتداخلين، ولكن نحن كقناة إن شاء الله سنسلط الضوء إن شاء الله على المشاكل. هل المشكل هو مشكل مسيرين؟ هل المشكل متداخلين أم ماذا؟ هذا أسئلة يعني مجموعة من الأسئلة اللي مطروحة تطرح نفسها. هل الرياضة بالأقل الأقاليم الجنوبية في تطور؟ يجب أن ننزع الستار ونظهر الواقع بدون أي رتوشات إن شاء الله، لأننا كلنا متداخلين ويهمنا يعني التطور وتألق الرياضة بجميع أصنافها، وما بالك برياضة الهوات التي تعتبر قاعدة أساسية هل بالنسبة للبنية التحتية. وهذا وعد إن شاء الله
من قناة العيون برنامج فضاء الرياضي باش نكونوا إيجابيين معكم وكذلك مهنيين. إذا ننتقل هذه المرة أو قبل الانتقال للموضوع الآخر نشير على تألق الحكام الرقاص مولاي شهبون عبد الصمد هذا الثلاثي اللي قاد مقابلة أدرى تشيرة ضد شباب الجديدة وكذلك عمر العلالي الأسبوع الماضي وعزيز الذي قاد هذا الثلاثي الذي قاد مباراة كانت قمة الدورة بالنسبة للقسم الوطني الثاني مجموعة الهوات مجموعة الجنوب التي جمعت بين رجاء أكادير وفريق رجاء آسفي وهاتين المقابلتين عرفت فوز أدراد تشيرة بثلاث أهداف وكذلك فوز رجاء أكادير بثلاث أهداف وكذلك لا ننسى بالنسبة للمواهب اللي متألقة بالنسبة للأقاليم الجنوبية هناك لاعب اسمه عزيز ينتمي لفئات صغار شباب المسير التي تألق بالأمس وشهدت هذه المقابلة يعني عن الأقاليم الجنوبية لديها من المواهب الشيء الكثير يجب فقط الاهتمام وتوفير البنيات التحتية التي يمكن أن يتألق وتبرز فيها هذه المواهب وننتقل الآن لمواهب في رياضة أخرى ولكن هذه المرة بالنسبة لرياضة الركمجة وهي رياضة ركوب الأمواج إذ هناك نادي بطرفاي اسمه سورفايا هذا النادي منذ سنة 2004 بعد التأسيس يمارس رغم الإكراهات رغم يعني الإمكانيات القليلة وأدى رسالته نتابعه في هذا الروبورتاج شكون هو نادي سورفايا وهذا الشباب في هذا الروبورتاج التحلي شواطئ مترامية الأطراف تغري الناظر وما بالك بعشاق رياضة الركمجة التي تمارس عبر ركوب أمواج المحيطات بواسطة لوح طويل ضيق يسمى لوح الركمجة فالرياضيون الباحثون عن ممارسة هذا النوع الرياضي وجدوا ظلتهم في شاطئ مدينة طرفايا مما جعل مجموعة من الشباب يؤسسون النواة الأولى تحت مسمى جمعية سورفايا لركوب الأمواج سنة 2004 ومنذ ذلك التاريخ ورغم الإكراهات وقلة التجهيزات استطاع القيمون على الجمعية ربح التحدي باستقطاب عدد أكبر من الممارسين وتوفير الشروط الملائمة للمشاركة في التظاهرات الوطنية لسنة 2012 في آسفي وأكادير والدار البيضاء واستطاع خلالها كسب الاحترام والتقدير من طرف المنظمين عندنا واحد العدد كبير ديال الممارسين فيها تقريبا واصل الى 50 طفل وعندنا فيهم من المينيم وكاضي وجينيور يعني وعندنا مشاركات مولي لان احنا بغينا النيفو يتزاد عندنا مشاركات بالنسبه لبطولات المغرب كنحاولوا ما امكن كنشاركوا في بطولات المغرب يعني كنمثلوا اقليم طرفايا كنمارس هذه الرياضه من شي 3 سنين دابا ولا 4 كنتمنى الدراري كاملين يمارسوا هذه الرياضه هذه وكنتمنى من الناس كبار تهلاو في هذا الكلوب هذه ديال سورفايا رياضة ركوب الأمواج تستقطب الممارسين الأجانب وأصبحت بذلك مدينة طرفايا قطبا يجذب السياح وهي رسالة للمسؤولين بتوفير الظروف المواتية لتعميمها لتنظيم بطولات وطنية ودولية بشاطئ طرفايا مبادرة كهذه ستعكس المستوى الكبير الذي وصلت إليه الأقاليم الجنوبية من تنمية وتطور إذن هذه بين الأشياء إن شاء الله اللي نعكف عليها لأن تسليط الضوء على مجموعة من الرياضات اللي تعرفها الأقاليم الجنوبية بينها رياضة ركوب الأمواج هناك مجموعة من الأندية بالداخل وكذلك بمدينة الوطية وبإفني بشواطئ الأقاليم الجنوبية ونبقى دائما في إطار الرياضات البحرية ولكن هذه المرة بالنسبة للمغامرة فيوم الثلاثاء الماضي عرف يعني انطلاق المغامرين جوليان وباتريك من مدينة طرفايا من أجل قطع المحيط إلى جزر الكاربي نتابع تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في الروبورتاج التالي سحر البحر وهدوء الأمواج وتراص المراكب الصغيرة لوحة متناسقة الألوان كأنها رسمت بلمسة فنان لشاطئ طرفايا الذي أعلن انزياحه عن السكون والهدوء المعتاد لاستعداده لاستقبال رحلة التحدي للقادمين من فرنسا باتريك وجوليان اللذين اختارا مدينة طرفايا كنقطة انطلاق لرحلتهما لعبور المحيط اخترنا الانطلاق من مدينة طرفايا للتعبير عن الصداقة المغربية الفرنسية ولتخليد الذكرى الأولى للمغامرة التي قام بها أحد المغامرين المغاربة عند عبوره للمحيط الأطلسي بداية السنة الماضية وهو أول مغامر في هذه الرياضة ينتمي لشمال إفريقيا premier skipper nord africain à traverser l'Atlantique à la rame
لا دوزيام ريزون سي باسكو والسبب الثاني لان الطرفاية تقع في خط موازي باتجاه زوزوري الكناري، وهو الامر الذي سيساعدنا في اكمال هذه المغامرة بدون معيقات. سا نو بيرمي ان فيت داترابي لا روت كي فا فير لي زانتي فاسيلمون. السلطات المحلية وفرت كافة الظروف المناسبة لمرور الإجراءات الإدارية بسلاسة، حيث ساهمت في ارتياح المغامرين الفرنسيين الذين أحب المقام بالمدينة لولا ارتباطهما بتحدي كسر الأرقام القياسية لعبور المحيط بمركبهم الصغير الذي يتوفر على كافة الشروط الأساسية لمرور الرحلة في أحسن الظروف. الدقائق القليلة قبل الانطلاق كانت فرصة لتجاذب أطراف الحوار مع هذين المغامرين، حيث أكد ارتياحهما لما لقياه من حسن استقبال من طرف ساكنة مدينة طرفايا. نسعى من خلال مغامراتنا هاته لأن نضع بصمة في تاريخ العلاقة المغربية الفرنسية، فمدينة الطرفايا لها سجل حافل في هذه العلاقات، ولنا في نموذج أنطوان دو سانت إكزوبيري خير مثال. بعد الانتهاء من كل الاستعدادات القبلية والاطمئنان على كافة التجهيزات، كانت 10 صباحا هي ساعة الصفر لانطلاق عداد رحلة المغامرين الفرنسيين باتريك وجوليان لعبور المحيط في 39 يوما. تحدي يعبر عن روح المغامرة التي تحدو آمال الرجلين من أجل دخول التاريخ من أوسع أبوابه وتخليد اسميهما بامتياز وتألق. استغلينا فرصة تواجدنا بمدينة طرفايا واستطعنا يعني أن نجري لقاء مع المغامرين الفرنسيين باتريك وجوليان لتقريب الصورة أكثر من المشاهد، لأنه هناك مغامرة لقطع المحيط وتحطيم الرقم القياسي. إذن أجريت لقاء مع هذين المغامرين ونتابعه في الورقة التالية. مشاهدينا الكرام، نحن الآن نتواجد مع المغامران الفرنسيان كل من باتريك وجوليان، وأول سؤال سنوجهه لضيفينا الكريمين، من هو باتريك ومن هو جوليان؟ أنا باتريك فافر 46 سنة، أستعد مع الجميل جوليان لعبور المحيط الأطلسي للمرة السابعة 4 بالتجديف، ولقد أتينا إلى مدينة طرفايا للاستعداد لمغامرتنا. أنا جوليان باهان 26 سنة، حاصل على الميدالية النحاسية في هذه الرياضة بأولمبياد بكين سنة 2008، وأجد نفسي في القيام بمثل هذه المغامرات والتحديات. السؤال الثاني الذي سأوجهه لضيفي الكريمين، لماذا اختيار مدينة طرفايا كنقطة انطلاق لهذه الرحلة عبر المحيط؟ اخترنا الانطلاق من مدينة طرفايا للتعبير عن الصداقة المغربية الفرنسية ولتخليد الذكرى الأولى للمغامرة التي قام بها المغامر المغربي الذي يدعى سعيد بن عمر عند عبوره للمحيط الأطلسي السنة الفارطة، وهو أول مغامر في هذه الرياضة ينتمي لشمال إفريقيا. والسبب الثاني لأن طرفايا تقع في خط موازي باتجاه الجزر الكناري، وهو الأمر الذي سيساعدنا في إكمال رحلتنا بدون مشقة نحو نقطة النهاية. والسبب الثالث هو سعينا لتحطيم رقم قياسي عالمي في هذه الرياضة، حيث أن الرقم القياسي السابق ينطلق من جزر الكناري، ونحن اخترنا الانطلاق من طرفايا، وأيضا لأن مثل هذه الرياضة تتطلب مساعدات تقنية وفنية من رجال البحر، ومدينة طرفايا هي المكان المناسب لتوفر بحارة الصيد، إضافة إلى تسهيلات أخرى من المصالح الأمنية الجمركية وكذا الإعلام. avec l'hôtel Casamar, avec la police, la douane, la télévision. Et donc, on était très heureux de venir ici et ça s'est passé comme on l'espérait.
لقد قضينا أسبوعا في الاستعدادات لإنجاح هذا التحدي. الجو هنا ملائم حيث أن فرنسا في هذه الفترة جد باردة، أما هنا فالمناخ جد ملائم. ولقد حظينا باستقبال حار إضافة إلى تسهيلات من لدن كل المصالح، ونحن مستعدين لهذا التحدي. On nous a vraiment facilité le travail. Aujourd'hui, on est le 8 janvier, on est capable de partir prêt et dans les temps. Donc, non, vraiment un grand merci à tout le monde. مشاهدينا الكرام، سألنا باتريك لماذا اختيار جوليان، وكذلك سألنا نفس السؤال نوجهه كذلك لجوليان، لماذا اختيار باتريك؟ اخترت جوليان لأنه تربطني به صداقة تمتد لخمس سنوات، حيث التقينا في مسابقة خيرية لمساعدة المصابين بأمراض خبيثة، أيضا لأنه بطل أولمبي. أحببت فيه كذلك حماسه وعشقه للقيام بمثل هذه المغامرات. بعد ذلك حاولت إقناعه بجدوى هذه المغامرة، وأيضا لأن جوليان يتمتع برشاقة بدنية هائلة، ومعه لن أكون مضطرا للتجديف، فهو قادر على القيام بذلك 24 ساعة، بينما أنا سأهتم بأمور المركب والمطبخ والنوم. Non, je vais pas ramer 24 heures sur 24, ça je te le dis tout de suite. 12 heures, on va partager les tâches. Non, moi j'ai choisi Patrick effectivement parce que Patrick لأنه يتمتع بشخصية قوية إضافة إلى خبرته في هذا المجال، حيث سبق له أن خاض مثل هذه المغامرات لست مرات. أنا لا أستطيع أن أقوم بمثل هذه المغامرة لوحدي، أقوم بها لأنه فقط يشاركني هذا التحدي. سأحاول اكتساب التجربة والخبرة من باتريك، فهذه المغامرة ستكون بتأكيد شاقة، لكن مع باتريك ستكون ممتعة. آخر الآن سأترك كلمة مفتوحة للمغامرين الفرنسيين، لسكان الأقاليم الجنوبية وكذلك لمشاهدي قناة العيون الجوي. شكرا لهذا الاستقبال الذي حظينا به في الناظور وكذلك بمدينة طرفايا ولكل ساكنة الصحراء، وبالتأكيد سأعود مع عائلتي أو مع مغامرين آخرين، وشكرا أيضا لقناة العيون. Ici, peut-être avec ma famille ou peut-être avec d'autres rameurs ou les deux. Et puis un grand message à TV Lyon, bien sûr. Merci, Julien. Écoutez, oui, effectivement, on peut résumer ça par choukran, hein, c'est comme ça qu'on dit ici, choukran. سنعود بالتأكيد إلى مدينة طرفايا، فهي لها سجل حافل في العلاقات المغربية الفرنسية، ولنا في نموذج أنطوان دو سانت إكزوبيري خير مثال، ونحن نسعى لأن تكون لنا بصمة في هذا التاريخ. إذن مشاهدينا الكرام، هذا اللقاء اخترنا إعادته لكم لتقريبكم أكثر من مجموعة من الأسئلة اللي يمكن تطرحوها عن هذين المغامرين، وكذلك لماذا اختيار مدينة طرفايا، ولماذا يعني مجموعة من الأسئلة اللي يمكن يطرحوها وخاصة بمدينة طرفايا. نتمنى التوفيق إذن لجوليان وباتريك في رحلتهما لقطع المحيط للوصول إلى جزر الكاريبي. وننتقل الآن إلى كرة اليد، الفريق المتألق. إذا تحدثنا عن كرة اليد لا بد أن نقول وداد السمارة. هذا الفريق أجرى الدورة الأولى وتمكن من التفوق على فريق رجاء أكادير بنتيجة 22-21. كيف جاء الانتصار الفريق وداد السمارة في هذه الصور التي سنتابع والتي تخص مقابلة فريق وداد السمارة ضد فريق رجاء أكادير، والتي تمت إجراء هذه المقابلة بمدينة طنطان وعرفت يعني تألق لاعبي فريق وداد السمارة، بالإضافة إلى جمهور مدينة طنطان الذي شجع فريق وداد السمارة، وهذا الشيء معروف على جماهير مدينة طنطان وخاصة إطرة طوطان بويز التي شجعت فريق وداد السمارة. الذي كانت هذه المقابلة مقابلة قوية بين فريقي رجاء أكادير المعروف كذلك في كرة اليد على صعيد بطولة القسم الممتاز، وكذلك وداد السمارة والذي لا زال يجري مبارياته بمدينة طنطان إلى حين إنجاز مشروع قاعة مغطاة بمدينة السمارة. ولا زلنا يعني نتابع هذه المقابلة التي عرفت تفوق فريق أبناء كركاز على فريق رجاء أكادير بنتيجة 22-21، وكانت مقابلة قوية وحماسية ولم تعرف نتيجتها إلا
مع صافرة نهاية الحكم الذي قاد هذه المقابلة، الحكمين الذين قاد هذه المقابلة. إذن نتيجة إيجابية لوداد السمارة في سبيل يعني لعب أدوار طلاعية هذا الموسم، ولما لا المنافسة على بطولة هذا الموسم. نتابع هنا اللحظات الأخيرة من هذه المقابلة التي عرفت تفوق فريق وداد السمارة والفوز بالمقابلة وتحقيق النقاط الأولى في أول جولة أجراها بمدينة طنطان. إذن نترككم الآن مع مجموعة من التصريحات بخصوص هذه المواجهة. مقابلة كانت صعبة بالنسبة لوداد السمارة حيت بحكم النتيجة ديال الفريق واحد. كنشكر اللاعبين على هذا الأداء الجيد اللي قدموه في طيلة المقابلة، وكنتمنى لهم حظ وافر في الدورات الماجية، وخاصنا نخدموا، مازال خاصنا خدمة بزاف، واخا كان انتصار انتصار صعب. كان صعيب، راك تعرفوا النيفو ديال الفريق ديال الرجاء أكادير، فريق كبير وقوي وعنده تركيبة بشرية اللي هي كثيرة، وحنا فريقنا حتى هو عنده فرقه كبيره وعنده لعابه كبار ديال المنتخب الوطني واللي هما كيشاركوا في جميع لي كومبيتيسيون ديال المنتخب. مي كانت بريباراسيون شويه ناقصه، يلاه بدينا كاع لو بليبار دي جوار يلاه جاو حتى نهار الاربعاء، داكشي علاش لقينا واحد الصعوبه معاهم باش نربحوهم. مي الحمد لله جاب وفقنا الله سبحانه وتعالى وتحقق المراد وربحنا البريمير ماتش ديالنا، وان شاء الله حنا نكملوا في الصداره ان شاء الله، هادشي اللي كنتمنى. إذن نتمنى التوفيق لفريق وداد السمارة للتألق وإعطاء يعني صورة حضارية وصورة جيدة عن كرة اليد بالأقاليم الجنوبية. تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه نظمت عصبة الصحراء جهة قليميم السمارة نهاية الأسبوع بالقاعة المغطاة بطنطان اللقاء الوطني لاختيار المنتخب الوطني شطر الصحراء. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع فاطمة الزهراء الفحصي، عبد الرحيم حجي ويونس معد. ما يناهز 200 ممارس لرياضة الكاراتيه ينتمون إلى 5 عصاب: عصبة سلوسة، عصبة قلمي مسمرة، عصبة العيون الساقية الحمراء، عصبة سوس، وعصبة هوارة ترودانت. كلهم حاضروا هذا اللقاء الوطني الذي ترأسه نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه حسن السملالي. هذه هي التظاهرة الرياضية الكبرى التي أطرها 27 حكما وطنيا، عرفت منافسة شديدة بين ممثلي 70 جمعية للكاراتيه في صنفي الكاتا والتبري، وأفرزت في النهاية لائحة لأسماء المشاركين الذين سيمثلون الأقاليم الجنوبية في المنتخب الوطني. والحمد لله تأهلنا في صنف الكاطا، وان شاء الله غنمشوا نهار 27 باش نشوفوا على حساب المنتخب. وتأهلت عاوتاني في كومبا، تأهلت في كومبا، غنمشي ان شاء الله نهار 27 باش نمثل طنطان في المنتخب الوطني. هذه اول مشاركه لي ان شاء الله في هذا اللقاء الوطني لانتقاء النخبه الوطنيه ان شاء الله. وكيسعدني انني نمثل مدينه طنطان وجيت الرتبه الثالثه، وان شاء الله انا كنشكر جمعيه الامل للكاراتيه بمدينه طنطان، وكنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. حظ موفق إذن لكل ابطال الاقاليم الجنوبيه في تمثيل منطقتهم احسن تمثيل وحجز مكان لهم ضمن النخبه الوطنيه. نبقى دائما في نفس النوع الرياضي، رياضة الكاراتيه التي عرفت تنظيم دورة تكوينية لهذه الرياضة بمدينة العيون. المزيد في ربورتاج فاطمة الزهراء الفحصي ونيمان مغفر. مبادرة تأطيرية وتكوينية مهمة حظي بها جل ممارسي ومدربي رياضة الكاراتيه بالعيون والذين قدر عددهم بحوالي 200 مشارك كلهم منضمون تحت لواء المديرية. نشكر المنتخب المدرب الوطني اللي جانا من وجده من ارض بعيده من اجل تشجيع ذي المنطقه اللي هي، ومن اجل تدريب ابنائنا وابناء منطقتنا، واخترناه هو عن نجيب واحد اجنبي علينا.
البطل الدولي السابق ومدرب المنتخب الوطني مصطفى حماني أشرف على هذه الدورة التكوينية التي أطلع من خلالها المشاركين على آخر مستجدات هذه الرياضة تقنيا وتحكيميا على الصعيد الدولي، كما لقن مدربي هذه الرياضة مختلف الطرق البيداغوجية الحديثة لتكوين وتأطير أبطال المستقبل. لحقيقة في هذا التأطير نتاع اليوم بانوا لنا مجموعة من الطاقات الواعدة اللي حاولنا إن شاء الله يعني نجيو لمدينة العيون للوقوف على هذه الطاقات، وفي إطار يعني المناطق الصحراوية العزيزة علينا باش يكون واحد لقاء تواصلي ويكون أبطال واعدين اللي يطعموا الفريق الوطني المغربي ويكونوا يمثلوا هذه المناطق الصحراوية العزيزة علينا. وحقيقة يعني أنا جد متفائل وجد مسرور بالمستوى التقني للأبطال الصغار والمستوى التقني كذلك للأساتذة اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير في إعطاء واحد الصورة لرياضة الكاراتيه بهذه المناطق العزيزة علينا. اليوم فرحانين ياسر بنا جانا هذا المدرب ديال المنتخب الوطني باش حتى حنا نعودوا نمثلوا أقاليم الصحراوية في البطولات الوطنية والجهوية. سو حنا نشكروا ياسر سهاو المؤطرين سو المديرية والعصبة على جابوا لنا هذا الأستاذ. نحن كأطار استفدنا منه طيلة يوم أمس، وهو موليداتنا الآن الحمد لله كيستافدوا، وفعلا هذا الاستفادة راه ما غادي تؤدي إلى نتائج مهمة من أجل الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله، ومن أجل الحدث الأكبر أي استضافة مدينة العيون لكأس العرش. تظاهرة رياضية كبرى يستعد لها أبطال وبطلات الأقاليم الجنوبية من خلال هذه الدورات التكوينية المهمة التي من شأنها الرفع من مستواهم لإظهار علو كعبهم أمام باقي المنافسين وللظفر بلقب كأس العرش لهذه السنة. إذن صور جميلة، لقطات لا تحتاج لتعليق لشباب وفتيان يؤكدون على أنهم في الطريق، ولكن يجب أن ننتبه أن الطريق يلزم أن تكون هناك بنية تحتية أحسن من ما هي عليه الآن في جميع الأقاليم الجنوبية، لأن نحن مرآة فقط تعكس ما يحدث على في الساحة الرياضية من أحداث. لم يبقى لمشاهدينا إلا أن أقول لكم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، مع تحيات الزملاء على رأسهم مخرج حلقة الليلة لحسن بوجدور، حفيظة بوشايت، باب الليس أحمد مسيريب، ووراء الكاميرا الحنفي بيبا وبداع ليوا، وكذلك زوكني وخالد الفايق، وكذلك الزميلة المتألقة فاطمة الزهرة الفحصي، وباقي الزملاء القسم الرياضي ومحدثكم محمد بتاح. إلى اللقاء.